يو محمد عبد الرحيم استاذ ماهر. وناهد بشير، ان شاء الله يواصلوا معاكم الفاصل بالتأكيد. الثاني. شكرا لكم للمتابعة، وهذا ده موضوع البارت الأول من سهرتنا، وسهرتنا متواصلة إن شاء الله. ود البوادي سمعنا ختام طيب، ل نسمعكم أغنية ختام من لينا نحن. وأنا حاب أشكر بس شخصية مهمة جدا لدى السودان عامة، يعني تفضل لكم التحية إن شاء الله. عبد الله ود الأسد الدوسري بنكهة سودانية، له يا التحية سلام. والاحترام من هنا. بقول له كل سنة وأنت طيب وكل عام وأنتم بخير، والأغنية دي من هدالي وهو يا خاصة. سلام، له التحية عبد الله الدوسري، التحية له ونوجه له التحية. وأنا معجب جدا براكوبته، معجب بكانونه، والله معجب رجل يا ب أستاذ إبراهيم، بالها لأن رسم وصنع وجدد أكيد وعبر عن تراث طبعا السودان، صحيح ورجل بشكل جميل كبير. ورجل محبوب ونال إعجاب، وحتى كل السودان بيحب عبد الله ود الأسد. أكيد طبعا والتحية كلنا. له هو، والتحية لأخونا اللمين العباسابي، تحية لهم الاثنين، تحية والتحية اليوم لأخونا الله البلة يرحمه. وكل الرفقة اللي معاهم. نحن من شاشة قناة السودان الآن، كل الحب لك يا ود الأسد ولكل الناس اللي حواليك وللراكوبة، والاحترام والتقدير لكم أنتم أيضا، وكل الإخوة المشاهدين شاكرين ومقدر. إن شاء الله في حلقة أخرى أتوقعوا مننا الأجمل، بإذن الله دعناكم الله سبحانه وتعالى. بإذن الله. إذن نلتقيكم في البارت الثاني وإلى الأغنية الختامية. تفضل.